نشوف مثلا الاولاد كده هنا، لو انا عندي مكعب زي ده كده 5 في 5، وان انا عايز ارسم الافراد بتاعه. طيب انا بالنسبه لي عندي المكعب ده يكون عندي كام وجه؟ 1 2 3 4 5 6، يعني 4 جوانب، وعندي السقف وعندي الارضيه. طيب انا لما هاجي ارسم مثلا، خليني افترض ان انا رحت جيت مقص ورحت قصيت الكلام ده، شكل الافراد بتاعه يكون عامل ازاي؟ تعالوا نشوفه كده 3D الاول مع بعض قبل ما نرسمه، يكون شكله حاجة زي كده. ده السقف مثلا، ودي وجه اهو، وده وجه تاني، وده وجه اهو، ودي الأرضية، وده الوجه اللي قدام. وطبعا ايه، لما ده هيروح جاي قافل مع ده كده مثلا اهو، وده يروح قافل مع ده، وده يقفل مع ده، وده يقفل مع ده، وطبعا ده هيقفل مع ده، وده هيقفل مع ده، وده روح جاي يقفل لي مع ده. انا طبعا عملت له زي افراد، زي حاجه 3 دي كده عشان بس نتخيله كده مع بعض. طيب انا لما اجي هرسم الافراد بتاع حاجه زي كده هرسمها ازاي؟ هتبتدي ان انت تبص للاوجه بتاعتك وترسمها. طيب انت عندك خلينا حتى كمان ممكن ان احنا نطلع بدائل للافراد بتاع ده بالمره، يعني بما ان السؤال كده خلينا نشوف ممكن، هل ممكن يطلع كذا بديل للافراد لحاجه زي المكعب ده؟ هو مثال بسيط بس خلينا نتعلم منه برضو. ادي وجه، 2 3 4 اوجه، وادي الارضيه بتاعتي، وادي السقف اهو، ادي ال4 جوانب بتوعي، 1 2 3 4، وادي الارضيه وادي السقف. طيب لنفرض مثلا ان انا حركت المربع بتاعي ده كده هنا، او حركته هنا، او حركته هنا، هل هيحصل فيه فرق؟ لا مش هيحصل فيه فرق، يعني انا برضو ينفع ان يكون حاجه زي كده تكون بتمثل لي نفس الافراد بتاع المكعب بتاعي ده. وانا بس غلطت، هو مش مربع، هو مكعب، لان ده 3D. لنفرض ان انا حتى غيرت المكعب ده، حطيته هنا، حطيته هنا، حطيته هنا، هل هيفرق معايا في حاجة؟ لا مش هيفرق معايا في حاجة. طيب امتى بقى يفرق معايا مكان الوجه ده؟ لو انا جيت رحت حركته خليته هنا، ساعتها ده هيكون فيه 5 اوجه ورا بعض، فطبعا ده ما بيمثلش خالص المكعب ده. يعني على سبيل المثال خلينا نعمل مثلا مثال تاني صح برضو، ان انا لو عندي حاجة زي كده كده، وادي وجه اهو، وادي وجه اهو، وادي وجه، وادي اخر وجه، وادي عندي وجه اهو، برضو المثال ده صحيح. ليه؟ حتى انا لو محركته هنا، ده برضو هيجمع مع ده، ده هيجمع مع ده، ده هيجمع مع ده، وده هيروح جاي قافل من هنا، وده يجمع مع ده، وده يجمع مع ده، وده يجمع مع ده، يبقى برضو قدرت ان انا انفذ افراد المكعب بتاعي بكذا طريقة. تعالوا بقى نشوف في الفيديو التاني، لو احنا مثلا عملنا ستريتشنج للمكعب ده الافراد بتاعي هيكون شكله عامل ازاي.